DHL. طبعا هذه مكتوبة بصيغة الهيد، ممكن مكتوبة بصيغة الانرجي او الباور زي ما شفنا اخر مرة، بس خليني على الصيغة هذه الان. وقلنا كمان انه عندنا زي ما احنا نعرف في عندي specific energy او specific work، وعندي total energy او total work. يعني لو عندي energy مثلا E او work كلهم يعتبروا energy، لو عندي specific منهم عشان اربط بين الاثنين دول حضرب في الماس زي ما اتفقنا، لانه هذا من تعريف specific هي total على الماس. فاذا التوتال حيرجع يصير ماس في الاسبيسيفيك، فهذه انرجي، يعني هذا كيلو جول على كيلو جرام وهذا يصير كيلو جول، نفس الشيء الورك. لكن لو اتكلم على الباور حنضرب في ام دوت، هذا ستيل سبيسيفيك انرجي بس هذا الان صار باور كيلو وات. طيب لو انا مثلا عندي الهيد حق التورباين مثلا اللي هو الارتفاع المكافئ اللي بسبب التورباين، وبحوله الى اشكال اخرى، بحوله الى ضغط، بحوله الى ورك، فزي ما شفنا المره الماضيه مثلا لو انا بحوله الى ورك، خلينا نحوله الباور اول شيء حق التورباين، حضرب في ايش؟ في M dot G، لأنه أصلاً M G H energy، M dot صارت power بدل M. ولو أبغى specific حيصير نقسم على M dot هنا أو نضرب الجي في الH. هذه زي حكاية ال specific، شو اسمها هذه حقت ال potential energy. كده حول الهيد الى ورك. طيب يعني الورك المكافئ للتربين، فطبعا لحظه بس دقيقه، فطبعا البريشر خلينا نخليها بامب احسن، عشان احنا المره الماضيه كنا نتكلم على البامب، عشان حرجع المساله حقت البامب. البامب والتربين عكس بعض، فالبامب في المساله الماضيه احنا كنا نحسب البريشر حق البامب او البريشر يسوي البامب، فنتذكر انه كان رو جي اتش، بس دي المره الاتش حق البامب. فأنا زي ما أحول الورك إلى بريشر إلى هيد زي ما سوينا بيرنولي، أقدر أرجع وأروح زي ما أبغى. يعني لو عندي الهيد أبى أعرف كم الورك المكافئ له أو كم البريشر المكافئ له، نفس الفكرة زي لما كنا نقسم على رو أو نقسم على رو جي، لما نرجع نبغى نرجع حنضرب في جي أو نضرب في رو جي على حسب المطلوب في المسألة. فإن يكون عندك specific energy وتحوله لtotal energy قلنا نضربها في الماس، عندك specific energy بتحوله الباور تضرب في الام دوت، هذه كثير حنسويها مستقبلا. لكن لو عندك هيد حق بامب تبغى تحوله الى كم الباور حق البامب، حنضرب الهايت هذا والهيد في الام دوت جي، ولو بحوله البريشر في الرو جي، وهكذا. هذا معناه ان نقدر احول كمان الورك الى بريشر، في روابط بينهم يعني، فحنشوفها أكثر لما أتكلم عنها مستقبلاً. لكن حالياً إحنا حنحل المسألتين اللي عندنا بصيغة الهيت، وحنشوف إيش يبغى ونحول له الطلب اللي هو يبغى. فإذا شفنا المسألة الأولى المرة الماضية حقت البامب، فين راحت؟ اللي عندي هذا التانكي كان فيه ارتفاع 20 متر، وبعدين عندي بامب، وعندي بعدين يصير بعدها الارتفاع 27 متر. احنا اتفقنا اذا ما في البامب مستحيل يعدي 20 متر زي ما شفنا لما حللنا المساله. فلما حطينا المعادله
شلنا البريشر 1 وبريشر 2 لانهم 1 و 2 اتموسفيريك متساويين، سرعه 1 سرعه 2 بصفر، هنا السرعه صفر هنا السرعه صفر. عندي طبعا هايت 1 اللي هو 20، عندي هايت 2 زد 2 اللي هو 27، عندي بامب بس ما عندي توربين ولا عندي لوسز لانه قال لي كمبيوت لحظه كمبيوت او ديتيرمين ذا مينيمم بريشر رايز سبلايد. المينيمم بريشر رايز هو بس البريشر اللي احتاج بس عشان اوصل الارتفاع اللي ابغاه، لكن لو في لوسز كمان احتاج اتقلب على اللوسز هذه بالبامب، وكل ما زادت اللوسز كل ما زاد الورك حق البامب او البريشر اللي تضيفه البامب. فمن المعادله فضل زد 1 يساوي زائد ان اتش بامب يساوي زد 2، قلنا لو ما في بامب زد 1 حيساوي زد 2. فاذا البامب هي سوت الفرق السبعة متر هذه الزياده في الارتفاع جايه بسبب البامب، لانه ال 20 متر من ال 27 هي اصلا بوتنشال انرجي اصلا نقطه واحد، نقطه واحد اصلا على ارتفاع 20. فالورك حق البامب الان انا خلاص انا كده حليت المساله، لما اطلع 7 متر انتهى الموضوع، لكن هو طلب مني البريشر حق فالبريشر خلينا ننط عليه هو رو جي اتش. فرو في جي في اتش اضرب الاتش ل 7 يطلع لي كم كيلو باسكال البامب اضافت، وفي صيغه الهيد كم الارتفاع اللي اضافت، ولو بحولها الورك كم الطاقه اللي اضافت. هذه معنى انه نحول من شكل لشكل زي ما سوينا في النولي. طيب باقي لنا مسألة الثانية. في المسألة الثانية الآن شوية حنضيف أشياء زيادة، يعني هنا فوق أضفنا بس البامب، هنا حنضيف شيئين، حنضيف حنحط التوربين ونشيل البامب، وحنحط حيكون في لوسز وحيكون في إفشنسي الآن، لأن البامب هذه اللي حسبناه فوق هذا إذا كانت الكفاءة 100%، لكن كمان البامب تضيع جزء من الطاقة. ففي المسألة الثانية إن هيدروستاتيك باور بلانت 100 متر كيوبد per second of water flows from an elevation of 120 متر to a turbine where electric power is generated. The total head loss in the piping system from point 1 to point 2 excluding the turbine unit يعني بدون التوربين is determined to be 35 متر. If the overall efficiency of the turbine generator is 80% estimate the electric power output. فأنا عندي سد الموية هنا مرتفعة، بعدين في قناة نتحكم في التصريف إلى الجهة الثانية، في توربين بينهم، فبحاول أستفيد من هذا الموضوع وأولد كهرباء في التوربين كمان مشبوكة مع جنريتر، الاثنين دول مع بعض كفاءتهم 80% يعني يضيعوا 20%. وبعدين النقطة 2 هو حاط لك نقطة 1 نقطة 2 هنا، والفرق بين 1 و2 120 متر في الارتفاع. فأنا بحول الطاقة الوضع اللي عند 1 نفس الفكرة، وحتروح ل 2 حتكون أقل، فكان في فرق في الانرجي أبستفيد منه. طيب نرجع للمعطيات، 100 متر كيوب دال سكت إيش هذا؟ تمام، فوليومتريك فلو ريت يعني هذا V dot هو عبارة عن 100 متر كيوب على السكند. Flows from an elevation of 120 متر، هذا الفرق بين نقطة 1 و 2، هذا هو دلتا Z بين Z 1 و Z 2 where where electric power is generated. The total head loss from 1 to 2 excluding the turbine is 35 متر. هذه 35 متر إيش رمزها؟ إيش نعطيها رمز؟ The total head loss. أيوة HL. هذه head loss. هذا هو HL. وحدته بالهايت بالمتر
ومسمى لك يا هيد لوس. والإفشنسي قال لي 80% الإفشنسي حقت التورباين جنريتر. طيب إذا نرسم إذا زد عند هنا هذه النقطة عند صفر، هذه النقطة عند 120، أو تقول إنه الفارق بين دلتا زد هو 120، يعني زد 1 ماينس زد 2 إز 120. الآن عشان نحل المسألة دي حنسوي نفس الفكرة، حنحط الجنرال إيكويشن حقتنا in terms of head of height. يعني الـ pressure at 1 على rho g plus السرعة at 1 على 2g plus z1، هذا زي برنولي، plus الـ h حق الـ pump يساوي الـ pressure at 2 على rho g plus الـ v2 squared على 2g plus الـ height at 2 plus التوربين plus الـ losses. الآن ما عندي بام في المسألة، عندي توربين و losses. B1 و B2 على atmospheric برضو مفتوحين على الاتموسفير ومتساويين فيتكنسلوا. السرعة عنده واحد والسرعة عنده اثنين برضو، خلاص يعني هدول مستقرين واحد واثنين فسرعتهم صفر فنشيلهم. Z1 و Z2 هم اللي فرق بينهم 120، فلو أخذت مثلا يعني خلنا عشان نسهل على بعض الطلاب، لو أخذت زد من هنا معناته زد 2 بصفر، زد 1 هي 120. إذا حيبقى إيش؟ حيبقى زد 1 تساوي H turbine plus HL. صح نسيت، هو يبغى نحسب إيش؟ استيميت ذا الكتريك باور اوتبوت، طبعا الباور اللي طالع من التوربين، وقال لي باور يعني هو يبغاها في النهايه بصيغه باور، احنا حنحسبها اتش بعدين حنحولها الباور. فاذا الاتش تي حق التوربين حتساوي اتش ال ماينس زد 1، معلش العكس، زد 1 حنودي الاتش ال هناك ماينس HL، هنودي الـ HL هناك، هتبقى الـ HT لوحدها هي المجهول. احنا نعرف انه Z1 ب 120 و HL اعطاني اياها في المسألة 35، هذا الـ H حق التوربين. اذا الـ H حق التوربين هتطلع 85 متر. خلينا نفكر فيها هنا قبل ما نكمل. ايش يعني اتش تربين هي زد 1 ماينس الاتش؟ لاحظ انه الاتش ال بتشيل من اللي سوى الفائده حقت البوتنشال انرجي، يعني ما باخذ كل ال 120، بينخصم منها على حسب اللوسز. لو ما في لوسز حيصير 120 اللي هي بسبب الفرق في الارتفاع، حقدر اخذها كلها. طبعا نظريا ما تقدر تاخذها كلها، بس حناخذها كلها هنا في المساله ك 100% حتصير 120، لكن كل ما زاد الاتش ال كل ما ضاع بسبب اللوسز هذه. اللوسز هذه ما علاقة بالتوربين، كل ما ضاع جزء من هذه الطاقة احنا بحولينه على شكل هيد او هايت، فبينخصم 120 يبقى لي بس 85 كافكتيف اللي حسبه من التوربين. بس التوربين كمان لها كفاءة، يعني هذه 85 هذه لما تكون التوربين 100%، لان احنا قلنا اللوسز حق التوربين ما له علاقة بالتوتال هيد لوس. الهيد لوس هذا اللي هو الاتش ال، هذا اللوسز في البايبات او في الاحتكاك في المسار اللي ماشي فيه، ما له علاقه بالتوربين بامب. التوربين والبامب يتعامل معهم لوحدهم، عشان كده احنا حاطينهم في كمان كاترام لوحدهم ولهم كفاءهم. فال85 هذه اول شيء هي بصيغه هيد، لازم احولها الى باور عشان هذا اللي مطلوب. فاذا كباور الورك حق التوربين، الباور حق التوربين هذا هو، لما يكون عندي هيد عشان احول الباور حضربه في ام دوت جي. طيب ايش هي؟ جينا نعرفها، بس ام دوت ايش هي؟ من هنا ام دوت هي رو في في دوت، رو ب 1000 في دوت ب 100 معناها 100000 10 اس 5 كيلوغرام بالسكند.
إذا هذه حتساوي 10^5 في 9.8 في 85 حتساوي خلني أشوف كم تطلع. تطلع 83,400 كيلو وات. يعني هي ستطلع وات تحولها لكيلو وات أو ميجا وات عشان الرقم يكون كبير. هذا الايديال توربين باور اللي أقدر أسحبه. الفعلي عندي كمان جزء يضيع في التوربين وفي الجنريتر فأعطاني الإفشنسي حق السيستم اللي هي 8%. معناه الورك الإلكتريكال اللي أنا في النهاية حستفيد منه هو الايديال في الإفشنسي. الإفشنسي 80% معناته إيش؟ 0.8 نقسم 80 على 100 في الورك اللي هو 83,400 يطلع معايا 66.7 ميجا وات. يعني أنا حولتها من كيلو الميجا كمان. يعني هذه أصلا نقدر نكتبها ميجا وات. كانت 83 ميجا وراح منها 20% أخذنا 80%. هذا معنى الإفشنسي إن أخذنا 80% بيجي 66 فقط اللي استفدنا منه. حاجة أخيرة على موضوع الإفشنسي. بس طبعا الإفشنسي دي أنتوا مفروض أنكم يعني متعودين عليها في المواد الثانية. وإذا ما أنت متعود عليها حتتعود عليها. موضوع الإفشنسي ليش؟ لأنه مثلا إحنا شفنا عشان نحسب الإلكتريكال باور حق التوربين ضربنا في إفشنسي. لو أنا حسبت الأيديال باور حق بامب مثلا وبحسب الإلكتريكال باور اللي حطه للبامب، هنا نتكلم عن توربين هنا نتكلم عن بامب، زي المسألة اللي قبل شوية. المسألة قبل شوية ما كان فيها إفشنسي لأنه خلاني أحسب الأيديال المينيموم باور. يعني لو أنا اللي حسبته هنا وحولته إلى باور هو ما طلب مني، بس لو حولته الباور وبعدين قال لي والله كفاءة البامب هذه 80% إيش أسوي هنا؟ أضرب في الإفشنسي؟ يعني لو قال لي كفاءة زي ما كفاءة التورباين 80% كفاءة البامب 80%. فأنا لما حسبت من المعادلة قد إيش الأيديال باور حق التورباين عشان أعرف اللي خرجته ضربت إفشنسي. لو حسبت لو أخذت مسألة الأولى وحسبت الأيديال باور حق البامب اللي المفروض أحطه فلازم أحط باور إلكتريكال لأنه التورباين يسحب والبامب يضيف. إيش أسوي هنا؟ كيف أدخل إفشنسي في المعادلة؟ يعني لو هذا 80 خليها 100، لو هذا 100 وهذه 0.8 يعني 80% حيخرج معايا 80 كيلو وات مثلا. إذا افترضنا هذا كيلو وات، لو فرضنا برضو ده طلع 100 كيلو وات كبام في الحسابات وعندي برضو إفشنسي 80، إيش أسوي؟ هل أضرب في الإفشنسي؟ فهنا برضو أحتاج أحط 80 كيلو وات للبمب نكسب صح؟ هنكسب مش نضرب في ال في ال لحظة دقيقة بس. يعني هنا في البمب هنكسب لأنه الفكرة من الإفشنسي إيش؟ أنت بتخسر جزء من الطاقة. فأنت لو عندك التوربين 100% حتسحب لك 100 كيلو وات بسبب الإفشنسي عشان أنت تسحبه برا برا الآن. فبسبب التوربين أنا البامب بتوديها تستفيد منها حتضيع كمان جزء هنا. لو كانت هذه بامب وهي تحتاج 100 وأنت حتدخل لها الآن مش حتسحب منها، في عندك جزء حتدخله طاقة حيمر في جير بوكس مثلاً بعدين في البامب حيضيع جزء منه هو داخل زي ما يضيع جزء منه هو خارج. فاللي أضيفه مستحيل يكون 80 لأنه كيف حيطلع لي 100؟ لازم لو ضفت 100
لازم ما يصير اي لوسز عشان يوصل 100، فغالبا حضيف اكثر صح حقسم. يعني لو قسمت فتقسم هنا على 0.8 ليش؟ لانه فكر فيها يعني بدون معادلات ولا شيء، هي بالمنطق. احنا نعرف انه في عندي جزء من الطاقه حيضيع بسبب الواقع، ما عندي ايديال، عندي فريكشن، عندي كفاءه. فالكفاءه هذه اذا التوربين حتسحب لي جزء من حركه المويه طاقه عشانها حتمر في السيستم حق التوربين الجنريتر، وفي لهم كفاءه حيضيعوا جزء من الطاقه. فاذا حضرب ليش؟ لانه المية حتقل لما نضرب في الكفاءه، ما الكفاءه ما هي 100% حتكون اقل 100%، فلما اضرب فيها حيطلع لي كم انا سحبت. بس لما احسب كم احتاج اشغل البمب واجي اعطيها انا، لاحظ ان التوربين عكس البمب، انا حاعطيها الطاقه، ما يصلح اعطيها زي اللي حسبته او اقل، لانه في كمان حيضيع في الطريق. فاللي حيضيع وانا لازم اضيفه من قبل ما اعطيها اياه. ليش؟ يعني في دي الحاله الكم الالكتريكال هنا 125. ليش 125 وانا احتاج 100 عشان اشغل البمب؟ لانه في 20% حيضيع، فلما ادخل 125 في 20% من 125 حتضيع، فحيبقى ال 20% هي 25 كيلو وات، هذه ضاعت، بقيت 100 هي دي اللي نحتاجها. لكن لو كان في عندي 100 وبسحبها برا حيضيع منها 20% اللي هي 80 ال 20، فيبقى 80. فانتبه الموضوع الافشنسي، مش دائما نضرب في الافشنسي هنا، فهم عكس بعض التوربين والبمب. طيب هذه حتبان معنا اكثر قدام، ومفروض انك حتاخذها في الميكانكس ماتيريال في بعض المواد، حتدرس الاشياء هذه وحتطبقها كثير. بس هي في النهايه زي ما قلت لك ما هي علاقات تحفظها، هي منطق. في عندي جزء من الطاقه حيضيع، فلو سحبت من التوربين حيضيع وما استفيد منه، ولو بدخله عشان احرك البمب حيضيع جزء فحيوصل اقل البمب، فلازم انا اضيف الجزء اللي ضيعته ده، فحقسم على الافشنسي. طيب خليني احنا خلصنا كده، زي ما قلنا الشابتر هذا في الاساينمنت الثاني حيكون عن برنولي وليس عن هذه اللي قاعد يتكلم عنها الان، اللي هي المسألتين دي، حيكون عن برنولي. هذه المعادلة حنرجع نستخدمها مرة ثانية في شابترين قدام، حنشوفها مرة ثانية. فالآن شفناها، ما نبغى نشوفها زي ما قلت في الشابترين اللي قدام أول مرة، فحيصير معلومات كثير. الآن فهمنا أنه في جنرال إيكويشن تأخذ في عين الاعتبار التيرباين واللوسز وكذلك البامب إن كانت موجودة في المسألة، وموضوع الافشنسي، لأنه في نهاية التوربين والبامب وأي شيء له كفاءة يضيع لك جزء من الطاقة. خلينا نتكلم عن، أنا نزلت لكم الـ individual project، طبعا هذا زي ما قلنا individual، كل واحد يسوي لوحده. المطلوب منك أنك تسلم بس presentation تعمله معايا، فخليني أقرأ لكم إيش المكتوب. طبعا هو عن الرينولز نمبر، احنا تكلمنا عن النظام في الشابتر الاول وحنتكلم عليه في نهايه الكورس. فالهدف من البروجكت انك تتعرف على رينولدز نمبر. طب ايش المطلوب منك؟ المطلوب منك انك تسوي بحث عن رينولدز نمبر، عندك الكتاب يتكلم عن رينولدز نمبر، عندك النت، بس يعني نبغى، انا معطيك يعني زي الجايد لاين، prepare a presentation about the topic discussing ايش definition, history, significance, Reynolds number internal and external. هذه الأشياء اللي باك تشوفها، يعني تعريف Reynolds number، تاريخ Reynolds number، كيف Reynolds number طلع، significance يعني أهميته، importance أهمية Reynolds number في fluid mechanics. بعدين حتكتشف أن Reynolds number في internal flow external flow كأرقام، لما Reynolds number في النهاية رقم نحسبه، مختلف لما تكون مثلا internal flow ولا external flow. فحتقرا عن ده الموضوع، رينولدز نمبر في الانترنال فلو والاكسترنال فلو، وتسوي برزنتيشن صغير. يعني البرزنتيشن انا كاتب لك هنا المفروض ما ياخذ 10 دقائق، اقل من 5 ل 10 دقائق. يعني
يعني ما ي... يعني خلينا نقول ما يزيد عن مثلا من 5 إلى 10 سلايدات حتى، يعني ما يحتاج تحط كلام كثير، لأنه الفكرة أنه تبين أنك تعلمت وفهمت الشيء في البرزنتيشن هذا. عندك هنا التقييم حقه تحت. طبعا البرزنتيشن هيكون فيه كالعادة أي شيء لازم يكون في introduction و conclusion، بعدين تحط الديفينيشن، الهيستوري، السيجنيفيكانس، الرينولدز نمبر، انترنال اكسترنال فلو، وطبعا في درجه على طريقه تنظيم البرزنتيشن مع الفيجوالز اللي تستخدمها، مثلا اذا بتحط صور او ما بتحط صور او وهكذا زي ما تعلمت. فهذه العشر درجات موزعه عندك هنا. طبعا المشروع الاخير اللي هو التيم بروجكت، عادة إحنا البرزنتيشن طبعاً عندنا المشروع الأخير فيه ريبورت، هذا ما فيه ريبورت، هذا فقط برزنتيشن. بس أقول حاجة لبعض الناس، يعني لأنه في ناس عندهم مشكلة في اللغة، البرزنتيشن هذا الانديفيدوال ممكن تشرحه بالعربي بس السلايدات تكون بالإنجليزي، يعني السلايد يكون بالإنجليزي لكن أنت ممكن تتكلم بالعربي إذا تحس أنك عندك صعوبة في أنك تشرح. لكن البرزنتيشن حق التيم بروجكت الأخير لازم يكون بالإنجليزي كله، تتكلم بالإنجليزي تشرح والسلايدات تكون بالإنجليزي، لأنه هذا هدف من البرزنتيشن هنا، إنه بس نشوف إنك فاهم ولا لا، يعني مش هدف إنه تمشي على الأسلوب اللي تعلمته في الآي إي. أو المشروع الأخير حنركز، حنكون في جزء على اللغة سواء في الريبورت، لأنه حيكون في ريبورت، والبرزنتيشن يعني كل واحد وجهده. فبرزنتيشنات إحنا عندنا عارفين في الهندسة بالإنجليزي، لأنه أنت في النهاية إذا استمريت بس تتكلم عربي حتوصل إلى مشروع التخرج وتكتشف أنك قدام 3 دكاترة لازم تتكلم بإنجليزي. فإذا أنت متعود تتكلم بإنجليزي ما حتقدر لا تسوي مشروع تخرج كويس، ولا تقدر مستقبلا في مقابلات شخصية أو في العمل أنك تمشي. فأنت الآن يعني حتى عندك صعوبات مية مشكلة، لسه بقي لك 2 سنين أنت تتخرج، حتتطور. فالمشروع حقنا اللي هو التيم بروجكت اللي في نهاية الترم حيكون بالإنجليزي كله، الكلام والكتابة. هنا اللي افضل الكلام بالانجليزي لو تقدر عشان تتمرن، يعني اللي عنده مشكله خصوصا انه بيشرح شيء ممكن يتكلم عربي عادي، ما ححاسبك على اللغه، ححاسبك على الاشياء اللي انا طالبها منك، تعريف رينولدز نمبر، تاريخ رينولدز نمبر، اهميه رينولدز نمبر، والفرق في استخدامات رينولدز نمبر في انترنال واكسترنال. فهذا شغل فردي. طبعا لو تلاحظ انا فكرت في الوقت، لانه انتم 44 طالب، فكل واحد طبعا حينسق معايا على وقت اعطيه له 5 دقائق او 10 دقائق، نخش على اعطيه اللينك نخش ويسوي برزنتيشن. ف يعني صعب اني مثلا احط موعد محدد يجي كل 40 طالب ولا 40 طالب يجوني، ما حنقدر ننسق الموضوع. فانا حتركها، وصعب اني احدك في وقت كمان، ممكن في عندكم اختبارات ولا اشياء ثانيه. فانا اعطيتك اقصى وقت ممكن اعطيك اياه اللي هو الى 3 ديسمبر. لا، 3 ديسمبر بعيد على نهايه الترم، قبل الاختبارات نهايه باسبوع. فعندك من الان الى 3 ديسمبر، فعندك شوف احنا في نهايه شهر اكتوبر، يعني شهر وشوية معك أكثر، يعني يمكن شهر ونص، يعني إلى قبل نهاية الترم. هو برزنتيشن بسيط زي ما قلت لك، ما يأخذ منك 5 دقائق 10 دقائق كبرزنتيشن، كلها 5 أشياء اللي طالبينها في البرزنتيشن. لا تخليها لآخر لحظة، أنا عارف الطلاب مدام 3 ديسمبر خليها لآخر أسبوع آخر لحظة، لأنه أنتوا حتصير نفس المشكلة، حتيجوا تتكدسوا وما حتلاقوا وقت، وحيروح عليك ممكن الديدلاين هذا. فلأنك انت حتنسق معايا، ممكن انا ما عندي وقت او في غيرك عنده برزنتيشن او في عندي محاضرات. الشيء الثاني اني لو حطيته وقلت لك معك 2 أسبوع، ممكن انه في ناس ما يقدروا يسووا 2 أسبوع عندهم اشياء ثانيه. فانا معطيك راحه شهر ونص، بس لو جيني الاسبوع الجاي تسويه اهلا وسهلا، يعني اول ما تخلص تسويه لا تاخره، ما ياخذ منك شيء. فانت طبعا هذا individual، يعني سهل اننا نشوف الـ يعني لا تاخذ شغل غيرك، قصدي يعني لا اشوف 2 برزنتيشن زي بعض،
لأنه المفروض إنه كل واحد شغال على البرزنتيشن حقه. ف الموضوع بسيط، انت ابحث اقرأ عن الموضوع، احنا تكلمنا عنه شوية، موجود في الكتاب زي ما انا قلت، عندك الكتاب مرجع، عندك النت مرجع، سوي الخمسة سلايدات الى عشر سلايدات، حدد معايا موعد، اعطيك موعد تخش سوي برزنتيشن وخلاص. لا تجيني قبل 3 ديسمبر بيوم او يومين وتحصل انه في زيك 20 واحد. فعندكم من الان الين شهر ونص الوقت اللي انت تحس معك ضغط سويه، فأنا ما بضغطك فيه، ما بقول لك معك أسبوعين. بس في سؤال على الانديفيدوال بروجكت هذا؟ واضح يا دكتور. يا أستاذ أنت اللي تحدد. دكتور عندي سؤال بسيط يعني. خليني بسأل على السؤالين قبلك. في واحد يقول حيكون طيب. في مناقشة، يعني ممكن أسألك سؤال، إيه ممكن يعني فصل برزنتيشن إذا بستفسر عن شيء وأبغى أشوف أنت إذا أنت واضح إنك فاهم النقطة اللي قاعد أتكلم عنها، ما ممكن ما أسألك، بس إذا سألتك يعني تحاول إنك تجي متحضر فاهم الكلام اللي قاعد تقول، هو ما هو صعب يعني، هو شيء بسيط. الشيء الثاني بالنسبة للسيد، أنت اللي تحدد معايا يعني، أنت تجي تقول لي أنا جاهز فنتفق على وقت، يعني مثلا اقول لك والله بكره لا بعد بكره انا ماني فاضي بكره زي كذا. فتخيل لما يجوني 20 واحد 30 واحد في اخر لحظه كيف حنحدد؟ ما حنقدر. فانا ما ابغاهم ال 44 يتاخروا، انا ابغى الناس طول الوقت هذا كل اسبوع في كم واحد يسوي برزنتيشن الى اني اخلص من الوضع، لان انتم 44 طالب عاد احسبها 44 طالب، انا بحاول اخلي البرزنتيشن يعني صغير يعني وقته قليل، فاذا كان 10 دقائق هذه 440 صح؟ كم هذه؟ كم دقيقة دي؟ كم ساعة؟ 7 ساعات. يعني لو جو في يوم واحد حنقعد 7 ساعات برزنتيشن، 7 ساعات وعليها 7 ساعات ونص يمكن، فغير منطقي. فتوزعوا يعني كل ما تيجي بدري أفضل، وفي صالحك إنك تجي أبدر، لأن أنا أراعي الناس اللي جوا بدري، أعرف إنهم سووا بسرعة، وفي ناس واخذين شهر ونص غير طبعا اللي واخذ شهر ونص. طبعا انا اعرف انه فعليا هو نايم ما بيشتغل، جاء في اخر لحظه يشتغل، لكن توقع اي دكتور ثاني حيقول اوف هذا اخذ شهر ونص عنده وقت طويل وجالس يبحث وجالس يستوعب الموضوع، فيتوقع منه اشياء اعلى من اللي جاء في البدايه. فمو صالحك تتاخر في كل الاحوال، مو صالحك انك حتضغط نفسك، ومو صالحك انك ترفع توقع الدكتور لانك سويت شغل كويس لانك اخذت وقت طويل. ايش سؤالك يا عبد الوهاب؟ بس هو أول شيء يعني حبيت أشكرك إنك عطيتنا مساحة كويسة من الوقت، يعني إنه عندنا اختبارات كيف، لمن أمس يعني الإشعار كده توترت شويتين، بس لما دخلت شفت التاريخ يعني ارتحت نفسيا. ثاني شيء دكتور معلش السؤال، هي 4 نقاط مش 5 على ما أظن، اللي هي significant أو significance إيش هي بالضبط يعني؟ الاثنين الاكسترنال فلو انا اعتبرهم احيانا سيجنيفيكانس، يعني اهميه الرينولز نمبر. ايش اهميه الرينولز نمبر؟ هي تسميها امبورتنس كمان. يعني الرينولز نمبر ده اللي احنا عارفين تعريفه وعارفين تاريخه، ايش اهميته؟ ليش هو موجود مهم يعني في الفلويد ميكانكس؟ هو مهم من اهم الارقام. فلو بحثت على الموضوع ده حتحصل، وبعدين عندك الرينولز نمبر انت اصلا بحثنا بحث بسيط لما كنا في الاسايمنت الاول. ايوه فهو موضوع بسيط يعني. ف طبعا انت بالنسبه لك يعني في غيرك من زملائك انا اعرف هذا الكلام، لو حطيته بعد شهر ونص او حطيته بعد 20 سنه ما يفرق، لانه هو بعد حتى لو اعطيته 20 سنه وقت حيجي قبل اسبوع من نهايه ال 20 سنه وحيشتغل عليه. في ناس زي كذا يعني ما يستفيد من الوقت الطويل ده، انه هو يأجل اخر لحظه بيسوي نفس الشغل. فلو قلت له بعد اسبوع او قلت له بعد شهر ونص ما تفرق عنده، حتشوف نفس البرزنتيشن حيسوي. طيب انت تحاول تشتغل عليه في وقت فراغك، يعني سهل جدا مثلا تخلص اختباراتك الان تقول الحمد لله راح الضغط، يلا ايش عندي شيء ثاني؟
تيجي تطالع تقول والله هذا لسه في ديسمبر أجله، خلنا نشوف الشيء الثاني ايش فيه، او في واجب جاني اليوم، والله في بعد يومين في عندي شيء، فحتقعد زي كذا. لان احنا في طول الترم عندك اشياء تاخذها في كل المواد، كل شوي يجيك شيء كل شيء، فانت حتقعد تاجل الشيء اللي بعيد، حتاجل شيء بعيدين توصل لوقته وتبغى تسويه بسرعه، تبغى تاخذ موعد عشان تسوي برزنتيشن تتورط. فانتبه، انا بقول لكم من الان. طيب معليش دكتور، معليش عندي سؤال ثاني اللي هي النقطة الأخيرة الإكسترنال والإنترنال، يعني تحب نكون نفصلها ولا تكون في نقطة واحدة يعني في سلايد واحد؟ عادي ما تفرق، ما تفرق. أنت إيش تفضل؟ ما تفرق برضه، ما في تفضيل. خلاص الله عليك. أهم شيء إنه قابت ممكن تزيد على فكرة، إذا تبغى تزيد على الأشياء المطلوبة دي هذا المينيمم، لكن هذا المطلوب منك، الأشياء اللي أنا ذكرتها في الورقة حقت البروجكت نفسه. في سؤال ثاني؟ احنا كده خلصنا الشابتر هذا. طبعا الشابتر اللي بعده زي ما قلت لكم المره الماضيه انه حنأجل انترنال فلو لنهايه الترم، وحنجيب الشابتر اللي بعده اللي هو شابتر الفيس تشينج، اللي هو الشابتر الثالث اللي حيخش في الاسايمنت الثاني. اول ما نخلص الفيس تشينج حيكون عندنا مومنتوم برنولي والفيس تشينج يصير بعده الاسايمنت الثاني. طبعا يعني الاسايمنتس يا شباب يعني خذوها بجديه، بمعنى يعني في ناس، طبعا انا ما صححت الاسايمنت لسه لانه في ناس اعطيتهم عندهم ظروف اعطيتهم وقت، لكن اللي يصير له اي مشكله ويضيع عليه درجه اسايمنت ما يقدر يسلم اسايمنت حيخسر 15 درجه. ايوه يا باسل، حيخسر 15 درجه، هذه 3 جريدز. تعرف يعني 15 درجه؟ يعني لو كنت بتاخذ A بلس ما حتقدر ولا A ولا B بلس، خسرت 15 درجه يعني 3 جريدز. تفوت الاسايمنت الثاني خسرت 30 درجه، ايش بقي لك؟ غالبا ما راح تقدر تعدي. هذول اتكلم عن الناس اللي ما سلموا، يعني انتبه لو عندك اي ظرف كلمني ممكن اجل لك الاسايمنت او اعطيك اسايمنت خاص فيك، لكن لا تضيع الدرجات حق الاسايمنت، فانتبهوا لهذا الشيء. وثاني شيء انا قلت، يعني انا لسه ما صححت واشوف بس انا عارف انه في ناس، انا قلت لكم الاسايمنتس شغل فردي، عندك كل شيء مفتوح، وقت طويل، كتاب النت، اي شيء مفتوح. إذا في من شيء ما انت فاهمه ترجع تسألني مثلا، سواء المطلوب في الأسايمنت أو إذا في توبيك ما انت فاهمه ممكن تسألني فيه. وممنوع الغش أو الحل الجماعي. فاللي انتبه في الأسايمنت، أنا طبعا قلت ما حقبل الأسايمنت ما حد ما أعطاني إيميله، هذا معناه، ولاحظ إني ما نزلت الأسايمنت في بلاك بورد، أنا أرسلت لك إياه على الإيميل. هذا معناه أي أحد أخذ الأسايمنت من أحد ثاني حيكتشف إنه في فرق بين الأسايمنت اللي أرسلت له إياه وبين الاسايمنت ممكن اللي اخذه من زميله او اخذه من جروب، هم الناس مجتمعين في جروب، فحيتحمل هذا الخطا لانه ما سمع الكلام ولانه قاعد يسوي عكس الشيء اللي قلت له عليه. المفروض ما تاخذ من اي احد ان شاء الله بس تقول له اعطيني الاسايمنت غلط. انا قلت لك لاني لن اقبله منك اصلا لو انت ما اعطيتني ايميلك، فمعناته المفروض تاخذ اللي ارسل لك اياه، المفروض تكون فاهم هذا الشيء. لما انا اشدد الايميل يكون عندي والا ما حقبل الاسايمنت، كان لو الوضع سهل كان انا نزلت الاسايمنت في بلاك بورد، لكن او نزلته في الجروب، لكن انا ما نزلته لا في الجروب ولا في بلاك بورد، ارسلته شخصي. فتوقع اني انا حعرف يعني كل اسايمنت واسايمنت ممكن اشدد على الناس دول، ممكن اصعب عليهم الغش اللي هم قاعدين يحاولوا يسووه. فلا تسترد انه الاسايمنت للجميع واحد، ممكن ما تدري، ممكن في واحد حسوي له assignment خاص فيه هو. فالناس اللي تمشي بالأسلوب اللي قلهم عليه موضوع سهل، عندك أنا معطيك problems محلولة، معطيك فاتح لك الكتاب، معطيك 5 أيام وأربع مسائل، كيف لو جبتك في الجامعة زي ما يسوي بعض الدكاترة وساعتين ويلا حل الاختبار، عندك الوضع أسهل. ومع هذا في ناس ما تبغى تمشي بالأسلوب هذا. فإذا الأسايمنت الأول كان في مجموعتين، كان في 2 أسايمنتس، الفرق بينهم طفيف، هو بالعين الفرق طفيف محطوط عشان أكفش الناس دول، لكن ممكن الأسايمنت الثاني ما تدري كم نموذج أسوي، ممكن نموذج واحد ممكن أكثر من 2، يعتمد على تصحيح الأسايمنت الأول.
فأنا حشوف الطلاب وححط عليهم علامات يعني وأقسمهم مجموعات وزي كذا. فهذا الشغل اللي حاول أحارب فيه الغش اللي قاعد يصير. فلا تصعب على نفسك، هذول الناس قاعدين يصعب على نفسهم، هو يعتقد أنه ذكي ويقدر ما حد يدري عنه ويقدر يسهل على نفسه ويقدر يحد يساعده، بس في النهاية اكتشف أنه قاعد يصعب على نفسه، لأنه هذول الناس اللي أنا أوريهم حطهم في جروب وأفصلهم عن الأسايمنت الأساسي. طبعا ما في فرق في الأسايمنت من ناحية لو تلاحظ أنه الأسئلة تختلف، أنه الأسئلة تكون صعبة، لا، بس ممكن لو في مثلا مثلا على برنولي في مسألة واحدة كنا نعطيها الفصل كله، الآن نجيب مسألتين كلها بنفس المستوى، بس اللي يغش أصلا لو غيرت له المسألة ما حيعرف يسوي شيء. هذه مشكلة الغش. يعني الطلبة الكويسين عندي لو أعطيتهم أي assignment حيحلوا أي مسألة، لأن هي نفس الأفكار يعني ما فيها شيء، حيحط المعادلة وحيسوي نفس الأسلوب اللي إحنا بنحل فيه، فبالنسبة له الوضع سهل. لكن اللي يعتمد على حل زميله، يتطلع عند زميله لقى أنه زميله مسألته مختلفة عنه ما حيقدر يحل. هذه الفكرة في الصعوبة بالنسبة لهذول الأشخاص. فما لك حل إلا أنك أنت تفهم وتحاول تذاكر، ما في حل تاني. فانتبهوا دي النقطة. طبعا حتى لسه كمان هذول الناس حينكشفوا أكثر في الأشياء اللي تعتمد على الجهد الشخصي زي الانديفيدوال بروجكت أو زي البرزنتيشن حق المشروع الأخير، فمو من صالحك هذا الشيء. فالآن الوضع المفروض بالنسبة لك أسهل. أنا لو كنت طالب أصعب شيء بالنسبة لي إنه جزء كبير من الدرجات في الاختبارات. طبعاً إحنا عندنا ستيل في اختبارين اللي هم عليهم 10-10 يعني 20 درجة، بس ما عندنا اختبار عليه 40 ولا 30. عندنا assignments فيها مجال تقدر تراجع، تقدر تتأكد من حلك. وفي نقطة ثانية أنا طليت في بعض الحلول، في ناس يعني مو مطلوب منك إنك تكتب التفصيل الممل اللي هو problem definition مدري، هذا شيء كويس لكن مو هذا اللي أنا كنت يعني أطلبه، هذا زيادة عن المطلوبة، وهذا شيء يعني ما حيخصم عليك شيء. طبعاً هذا شيء كويس بس ما بتعبك. هذا اللي أنت تتكلم عليه البروبلم ديفينيشن مدري، هذا لما أعطيك الأسايمنت حق أبت. بس إحنا عندنا لو حليت بالأسلوب اللي أنا حل فيه البروبلمز، طالع في البروبلمز اللي أنا حلها، أنا أرسم سكتش، أحط العلاقة، أكتب الأسامشنز، ما أكتب إنه بروبلم ديفينيشن، ما أكتب دي المصطلحات يعني، بس احط الاشياء. يعني اذا بقول نقطه واحد ارسم على الرسمه نقطه واحد فين، اذا بتكلم عن نقطه اثنين احط نقطه اثنين على الرسمه، مو اجي احط سكتش وما احط لا واحد ولا اثنين، ما انت داري تتكلم عن ايش. زي مساله مثلا المانوميتر، لازم تحدد فين النقاط تتكلم عنها انت. هذا اللي انا اقصده لما اقول لك خلي حلك واضح. لا انا كاتب لك الهنت هذا في كذا مكان، كاتب لك اياه في الايميل وكاتب لك اياه على الصفحه الاولى، انه سكتش اند بيجن وذ جنرال ايكويشن. اللي ما سوى دي الخطوات يتوقع اني حخصم عليه في الابروتش. يعني اللي ما يرسم او على الاقل يستخدم الرسمه اللي انا معطي له اياها ويأشر عليها، اللي ما يبدا بالمعادله الاساسيه ويحط الاسامبشنز حقته ويوصل للشكل الخاص، يبدا على طول بالشكل الخاص في الحل، هذول اللي حيخسروا درجات في الابروتش. الابروتش هو طريقه الحل. ومستقبلا وانا انبهكم من الان، كمان في بعض الناس انا اكتشف انه ما يتابع معايا كيف في مسائل قدام يحلوا بطريقه انا ما علمتكم عليها. خلاص في طرق احيانا اخرى للحل. هذه الطرق احيانا اصعب من الطريقه اللي علمك عليها. يعني انا في مثلا احيانا في اشياء اقول لك افترض انه هذه القيمه ثابته، في واحد لا يروح لجدول في الكتاب ويطلع القيمه هذه لانها متغيره وما ادري، انا ما علمته هذا الاسلوب، فاعرف انه ما حل، اما انه نقل او يعني ما تعلم، يعني هو جاب خطوه اصعب. فرغم انه احيانا في السؤال يقول له افترض انه قيمه ثابته، بس هو يروح يحلها بطريقه ثانيه. فهذه تعتبر حتى لو طلع الحل صح يعتبر طريقه الحل خطا عندي انا، اعتبرها كذا. مو كلها طبعا خطا، بس الافتراض هذا اللي هو افترضه خطا لانه انا قلت له لا تفترض كذا. مش كل الحل خطا، بس الخطوه اللي فيها الافتراض هذا المفروض يستخدم شيء أنا علمته عليه وأعطيته هنت عليه ما استخدمه، هذا معناه أصلاً مو داري عن شيء هو. فالموضوع بسيط، المادة هذه مسهل ممتنع إذا تتابع وتحضر. أهم شيء تحضر على فكرة، فكرة المادة هذه الحضور هو أهم شيء فيها، وتشوف البروبلمز اللي إحنا نحلها تكون جاهز للأسايمنت. أي واحد منكم شاف الأسايمنت سهل أنا متأكد إنه هو حضوره كويس وبيراجع على الأشياء اللي إحنا بنعطيه. ما في شيء تحتاج الأسايمنت الأول تروح للكتاب، يعني من تكلم عن المسائل، مسائل
نفس الأسلوب اللي حلينا فيه المسائل حقت الشباتر هذه. لكن اللي يغيب أو يعتمد على التسجيل المحاضرات وحيانا ما يتفرج ويتأخرها أو يجي بس يفتح يحضر بس كرقم وما يتابع معانا, أكيد هذا حيتعب وحيحاول أنه هو يستعين بزملاء أو شيء, بل يكتشف أنه النموذج حقه مختلف, فهذا ما حيقدر يمشي, حيعدي المادة لكن في النهاية ما حيجيب الدرجة يبغاها. فأهم نقطة عندي أنا للناس اللي ما يسلموا, الناس اللي يغشوا أنا أقدر أتعامل معهم, لكن الناس اللي ما يسلموا هذا هذا خطر كبير, لأنه بيخسر 15 درجة دقة واحدة, 0 من 15, ما أبغاك تخسر 15 درجة يعني. فإذا عندك ظرف كلمني, أنا ممكن أعطيك زي ما قلت لك وقت أو أعطيك assignment بعدين لو تبغى, بس يكون عندك عذر, زي في ناس عندهم ظروف صحية أو أي شيء يمنعه يكون مقبول العذر. غير كذا حاول تسلم السؤال. إن شاء الله ما تعفي إلا سؤال واحد, خذ 5 أو 4 من 15 ولا تأخذ 0, لأنه في grades يعني في 3 grades في assignment, وعندنا 50 درجة على assignment, 50 درجة. ففعليا أنت لو جبت 50 في الجزء الآخر ما تقدر تعدي إذا ما سلمت assignment. والآن المفروض assignment زي يعني تسهل عليك, يعني لو جاء واحد وقال لي لا زي أغلب الدكاترة إنه لا نحط على الاختبارات 70 درجة ولا 60 درجة, هيكون أصعب من إنه الأسايمنتس عليها نص درجات. أسايمنتس زي الهومورك تحلها في البيت. ما عندنا قلت لك اختبارات عليها ضغط الاختبار اللي هو وقت محدود وكذا, إلا الكويزين الكويز 1 والكويز 2 اللي عليهم بس 20 درجة من 100, وحيكونوا اختيارات وبعدين أقول لكم كيف طريقتهم. طبعاً الكويز الأول هنقدر نأخذه خلاص من بعد ما خلصنا محاضرة اليوم, يعني نقدر مواضيع اللي أخذناها نقدر نختبر فيها كويز 1, أو يبالي أشوف بس لأنه internal flow أنا شلته خليته, هعدل هذه الأشياء اللي أنا سويتها في بعدين في الملفات حقت المادة. internal flow شلته من الشابتر المفروض كان ندخل عليه الآن, حطيته في الأخير وجبت الشابتر اللي كان بعده حنخش فيه الآن اللي هو الأسبوع الجاي إن شاء الله. هقول لكم وقتها كيف حنسوي الكويز 1 وش المواضيع اللي داخل فيه. في أي سؤال؟ المشكلة لما يكون عندي 44 طالب لازم تعرفوا حاجة, المادة صعب في يعني مهما خليت مستوى المادة في ناس حيشوفوها مرة سهلة وناس حيشوفوها مرة صعبة, يعني أنا حاول أستهدف الأفريج المتوسط حق بس أنتم متباعدين لدرجة إنه الأفريج بالنسبة للطلبة الكويسين تافه, يعني سهل جدا ممكن يعدي 100, بعضهم يعدي 100 على فكرة لأنه في بونس وما بونس فممكن يعدي 100, وعلى الطلبة اللي تحت يكون صعب لأنه الأفريج أعلى منه. لكن لو حاولت أراعي الطلبة اللي تحت ونزلت مستوى المادة زيادة حيصير مرة الوضع سهل, يعني بالنسبة لأغلب الطلبة ما حتصير مادة يعني ما ولو رفعتها لمستوى الطلبة الكويسين اللي عندي في الفصل, عندنا مجموعة ممتازة, لو بحط المادة على مستواهم 60% 70% من الطلبة حيعانوا في المادة, فإحنا حاطينها في المتوسط. فحاول تجتهد, إذا أنت حاسس أنها صعب عليك حاول ترفع مستواك للمتوسط, إذا أنت فوق المتوسط هذا من حظك, هتشوف أن المادة سهلة ما هي صعبة. على مو بالتوفيق إن شاء الله نكمل نخش في الشابتر الجديد يوم الأحد.